بنلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام اشغال على قدم وساق من طرف فريق اس جي تي ام بناء سوسول سوتيران ثلاثة طوابق كما تشاهدون معي هنا تقريبا قد تكون شي ثلاثة ديال الطوابق الى اربعة سفلية تحت ارضية وهنا قد تكون ما بين جوج حتى ثلاثة ديال الطوابق سفلية اشغال بمقارنة مع اخر محتوى قدمته لكم اشغال متقدمة جدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك حالات صعبة حالات حرجة كتجي من مختلف المملكة المغربية إذا ابن سينا الكبير إن شاء الله على هذا الأساس إنا لله وإنا إلى راجعون هذه أمبيلوس ديال نقل الأموات حالة وفاة في اللحظة إن المستعجلات هم هنا سيادنا سلام الله عليكم اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناه سيموش 07 قناه المشاريع الملكيه والعموميه بالمملكه المغربيه كنتواجدوا حاليا مشاهدينا الكرام امام المستشفى الكبير ابن سينا المستشفى القديم وده امامكم الغني عن التعريف والذي سيصبح يوما ما مجرد حجايه هذا المستشفى مشاهدينا الكرام اللي كيجيو له من مختلف المملكة المغربية لاحظوا معايا واللي كيضم مجموعة ديال التخصصات واليوم غادي نتكلم لكم إن شاء الله على الأيقونة البرج فين كيتبنى وغادي نديكم ليه بعد قليل هذا مستشفى عظيم وكبير مشاهدينا الكرام واللي كيضم مجموعة من التخصصات هذا هو أكبر مستشفى في المغرب مستشفى جامعي ولهذا هذا المستشفى القديم هو هذا البوابة خاصة بالموظفين هنا غادي يكونوا ان شاء الله هذا المستشفى اللي غادي يبقى في التاريخ وغادي ندخلوا لتاريخ جديد وعهد جديد في المجال الصحي الاستشفائي عهد جديد ومنظور جديد ان شاء الله بعد فضل الله سبحانه وتعالى صاحب الجلاله سيدنا الله ينصره ما فاتئ الا وكيعطي الاشارات القويه لانطلاق باقصى سرعه لبناء مستشفيات والدخول في منظومة صحية جديدة هنا أمامكم المشروع الجديد مشاهدينا الكرام برج مستشفى ابن سينا أكبر برج في المغرب أكبر مستشفى متطور في المغرب والأشغال فعلا بدأت مشروع تكنولوجي مشروع متطور مشاهدينا الكرام والفريق المكلف ببناء هذا الأيقونة اس جي تي ام المعروف فريق القباج هذا مدخل خاص بالمعدات والآليات وغادي نوريكم مدخل آخر من الجهة الشرقية مشاهدينا الكرام نلاحظوا معي مشاهدينا الكرام أشغال على قدم وساق من طرف فريق اس جي تي ام بناء سوسول سوتيران ثلاثة طوابق كما تشاهدون معي هنا تقريبا قد تكون شي ثلاثة ديال الطوابق إلى أربعة سفلية تحت أرضية وهنا قد تكون ما بين جوج حتى ثلاثة ديال الطوابق سفلية أشغال بمقارنة مع آخر محتوى قدمته لكم أشغال متقدمة جدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك لاحظوا معي مشاهدينا الكرام كيغطاو هاد باش ما يوقعش الانهيار غطاوه بطبقة من مادة خاصة اسمنتية حتى لا ينهار كرام باش ما ينهارش لاحظوا معايا تبارك الله ما شاء الله لاحظوا معايا عدد ديال الكروات كاينين تبارك الله واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة مشاهدينا الكرام هذا المعلمة الأيقونة الفنية الأولى من نوعها في المغرب وإفريقيا إن شاء الله الطاقة ديالها شحال غتهز ديال المرضى الطاقة الاستيعابية ديالها غتهز 1044 سرير منها 148 حالة أو 148 سرير في وحدات العناية المركزة الحالات الحرجة جدا وهذا المستشفى
سيشيد هذا المستشفى على شكل واحد البرج عالي الارتفاع ديالو مشاهدينا الكرام 140 متر من طابقين سفليين او لا ثلاثة ديال الطوابق سفلية، والعلو ديالو قد يصل الى حتى 33 طابق مشاهدينا الكرام. ايضا هذا البرج من غيتشكل من 11 طابق من ثلاثة ديال الطوابق السفلية. كاين واحد البرج اخر بالجانب ديالو مشاهدينا الكرام غادي تبنى ايضا اللي غيتكون تقريبا 11 ديال الطابق، 11 في 11 طبقة، فيه واحد ثلاثة ديال الطوابق سوتيران سوسول سفلية، ثلاثة طوابق سفلية. هذا الشيء غادي يكون مخصص للعصبة الوطنية، مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين. نعم، ومركز غادي يكون أكبر مركز مغربي إفريقي دولي، مركز للمؤتمرات للتكوين والتدريب وتبادل الأفكار والمعلومات في المجال الطبي والصحي. كذلك هذا المستشفى الحالي للقديم مشاهدينا الكرام، المستشفى القديم غادي يكون المصير ديالو الهدم لأنه لم يعد صالح لأي شيء، لأن البنية ديالو والشكل ديالو وحتى الجودة ديالو يعني بسبب التقادم من كنظن من 1954 تبنى هذا المستشفى من أقدم مستشفيات المملكة المغربية، غادي يتهدم مشاهدينا الكرام. ومن بعد ما غادي يهدموه، من بعد غادي يهدموه غادي تولي هنا واحد الفضاء أخضر، فضاء أخضر جميل مناسب للمرضى وللمارة ويسر الناظرين إن شاء الله. وغادي تزين هذا الفضاء غادي تزين بواحد المتحف إن شاء الله، متحف جميل وأنيق غادي يكون في المستوى العالي، وأيضا غادي يكون واحد الموقف ديال السيارات ضخم كبير، لأن كيف ما شفتوا معايا عدد السيارات الهائل، لأن خاصنا واحد المكان فيه السيارات، وغادي يكونوا بعض البنايات أخرى. هذا المستشفى الجديد مشاهدينا الكرام غادي يضم مجموعة كبيرة ديال الوحدات والتخصصات والتوجهات، منها أهمها وحدة الحروق الكبرى، الله يحفظنا ويحفظكم الناس اللي كتشوط في مرة ما كيبقى فيها ما يتشاف، غتكون واحد الوحدة هنا خاصة بها اللي نقدروا ننقذوا ما يمكن إنقاذه، ما نبقاوش نصيفطوا الناس للخارج. وحدة الإنعاش يعني الحالات الميؤوس منها، الحالات الحرجة والخطيرة، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أمتي محمد كافة أجمعين. كذلك غتكون واحد الوحدة خاصة بأمراض الجهاز التنفسي وما أكثرها، لأن أصبحت هاد أيام أمراض كثيرة بالجهاز التنفسي، بالإضافة لأمراض ديال التدخين والمخدرات، جات كورونا وكملت الخل على الخمير مشاهدينا الكرام، أمراض القصور الكلوي، الله يحفظنا ويحفظكم، هاد الأمراض ولات كثيرة حتى هي. غادي يكون واحد المستشفى هنا عملاق ضخم اللي غادي يحاول يحد من المعاناة ديال هذا النوع ديال الامراض، وايضا غادي يكونوا منصات لوجستيكيه ومنصات لوجستيكيه وفندقيه، اي فندقيه هنا ان شاء الله اداريه. نزيدكم مشاهدينا الكرام، هذا المستشفى البرج المتطور غادي يعتمد على الطاقه الشمسيه والاعاده الكهروضوئيه. يا سلام يا سلام يا سلام، يعني دخل المغرب في واحد العالم ديال الطاقة المتجددة، هذا موضوع آخر ومن بعد غادي نفهموه، لأنها الطاقات غير مكلفة وما غير مضرة للبيئة، ما كتضرش بالبيئة، صادقة للبيئة مشاهدينا الكرام. وما نساوش بأن مدة المشروع 48 شهر. يا سلام يا سلام يا سلام. إذن مباشرة حنا أمام البوابة الرسمية ديال دخول الآلية، تلاحظوا معايا الكثافة ديال السيارات، ولهذا غادي يكون واحد المرعاب ضخم في هذا البرج الكبير إن شاء الله. مكان ديال المستشفى القديم هذا هو البوابة ديال الآليات، دخول الآليات الشاحنات بوكلان. إذن عدد كبير ديال السيارات هنا، مستعجلات، خصوصا هنا المستعجلات اللي كتعرف واحد الاكتضاض إن شاء الله. إذن هذه هي البوابة الرسمية الخاصة بدخول الآليات والمعدات مشاهدينا الكرام. هنا مجموعة ديال الأخشاب خاصة بالبناء، معدات خاصة بفريق البناء. هنا أيضا بوابة أخرى، لأن هذا برج مشاهدينا الكرام، وهنا كاين لاحظوا معايا هنا عندنا ملوزين في كيفلتريو الأطربة والرمال، لاحظوا معايا هنا
هنا عندهم الديبو ديالهم، يعني داكشي لوكال ما شاء الله. اللهم بارك وزيد في ذلك. هنا بحال شكل غربال مباشرة على المستشفى ابن سينا الكبير. ترويض الفرس خيول، هذه حلبة السويسي مشاهدينا الكرام. تابع هنا كاين فريق الحرس الملكي، اللهم بارك. اذا كاين مجموعة ديال السيارات ديال الاسعاف، لاحظوا معايا هنا كيجيو من مختلف المملكة المغربية، يعني حالات مستعصية، حالات صعبة، حالات حرجة كتجي من مختلف المملكة المغربية. اذا ابن سينا الكبير ان شاء الله على هذا الاساس. انا لله وانا الى راجعون. هذه أمبيلوس ديال نقل الأموات، حالة وفاة في هذه اللحظة. إذا المستعجلات هما هنا، لاحظوا معايا كيكون الاكتضاض، وهادشي راه معروف. إن شاء الله كنتمناو من الله سبحانه وتعالى المغرب يودع هذا العهد ديال الاكتضاض. لاحظوا معايا الناس شادين الصف. إن شاء الله بناء منظومة صحية جيدة، بناء مستشفيات إن شاء الله، التغطية الصحية لسينيسيس والتغطية الإجبارية اللي ولات عند المواطنين الحمد لله كاملين. إن شاء الله غتكون واحد العدالة صحية بإذن الله في عهد جلالة الملك. ولاحظوا معايا بكل مصداقية الحكومة خدامة على هذا الشأن، وسيدنا حتى هو واقف على هذا الملف ديال التغطية الصحية، الصحة للجميع. وما كاين حتى شي فرق ما بين الدرويش أو لا الغني أو لا أو لا أو لا، كنا بحال بحال في مجال الصحة. إلا ما كاين صحة راه ما كاين رياضة، ما كاين تقدم، ما كاين ازدهار، ما كاين حتى شي حاجة. اش غنديروا بالدنيا والصحة عندنا مهلوكة؟ هذا هو اللي كتخدم عليه الدولة المملكة المغربية. مشاهدينا الكرام، هذا أخوكم سيمو من قناة سيمو شو 07، قناة المشاريع الملكية والعمومية. إلى اللقاء يا أصدقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.